بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، ما أهمية المؤتمر الحضرمي الجامع الذي يتم التحضير له في حضرموت؟ ولماذا شكلت لجنة تصحيح مسار المؤتمر من شخصيات حضرمية عدة؟ أليس من المهم لنجاح المؤتمر الجامعي لحضرموت أن يكون جامعا لكل ألوان الطيف الحضرمي؟ المؤتمر الحضرمي الجامع ولجنة تصحيح المسار موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ عبد الهادي التميمي وكيل محافظة حضرموت، المساعد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. حياك الله. وكذلك الشيخ سالم حسين السعدي، شيخ مشايخ قبائل يافع بحضرموت الساحل. مرحبا شيخ سالم. الله يحييك. مرحبا بضيفي الكريمين. أهلا وسهلا فيكم. أنا سعيد أنكم تكونوا معنا اليوم ونحن نتحدث عن هذه المسألة، المؤتمر الحضرمي الجامع، هذه الخطوة التي لاقت صدى كبيرا ويؤمل عليها أبناء حضرموت آمال كبيرة. لكن هناك ملاحظات يمكن أن نناقشها معكما ومع أيضا ضيف سيكون معنا عبر الهاتف من حضرموت، مسؤول العلاقات بمؤتمر حضرموت الجامع. أبدأ بوكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي التميمي. كيف تنظر أولا إلى توقيت هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد حيث تكمن الأهمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أولا أحييكم أخي العزيز مختار وكذلك كل مشاهدي قناة سهيل الفضائية. في حضرموت دائما سباقة حضرموت للتصالح، دائما رجالها مبادرين. طرح مسألة المؤتمر الجامع سابقا منذ سنوات، ولكن لم تنضج الظروف لإنعقاده. منذ سنوات تقصد بعد ثورة الشباب أم قبل أم ماذا يعني؟ خمس قبل قليلة، قبل 2011، قبل 2011 وتكررت عدة مرات. في 2011 عقد لقاء أو حلقة نقاش أقامها المجلس الأهلي وأنبثقت عنها رؤية حضرموت، الرؤية والمسار. هذه الرؤية كانت متواجدة كل أنواع الطيف السياسي فيها، وهي اقتصرت على نخب في موضوع حضرموت الرؤية المسار، وكانت جيدة صراحة يعني في ذلك الوقت. هذا في شهر خمسة يعني في مايو تقريبا 2011. نعم. فيما بعد تكررت عدة لقاءات ولا إلى أن طرح الآن موضوع المؤتمر، وكان الكل مرحب بالمؤتمر. والجميل في حضرموت أن الكل يريد نجاح المؤتمر. هذا جميل في الموضوع، لأنه كان ممكن أن ينفرد مجموعة من الناس ويقولوا نحن لا نريد المشاركة في مؤتمر في جامع في هذا الألوان. الجميل أن الناس كلها تطالب بأن تكون موجودة في المؤتمر وفاعلة. في 2015 طرح ميثاق شرف، طرحه الأخ المحافظ ووقعت عليه أكثر من 33، وقع عليه مكون. وميثاق الشرف يتحدث عن 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 ثوابت يعني مجمع عليها، بالإضافة إلى كل المكونات تريد الذهاب إلى مؤتمر حضرمي جامع. هذا في 2015، وجاء الآن المؤتمر الحضرمي الجامع اللي الآن يعتمل اللي هو حاصل في حضرموت الذي يعني يتم ترتيب له الآن والإعداد له. نعم. طيب سأعود إليك أستاذ عبد الهادي، انتقل إلى الشيخ سالم حسين السعدي، شيخ مشايخ قبائل يافع حضرموت الساحل، بحضرموت الساحل. شيخ سالم، فيما يتعلق بالأهمية لمثل هذا المؤتمر، يعني كثيرا ما نشهد تكتلات مسميات مؤتمرات تتعدد، لكن في الأخير الثمرة لا تكون هي المطلوبة. فما الأهمية لهذا المؤتمر خصوصا لأبناء حضرموت بالذات؟ طبعا مؤتمر كهذا ينعقد في مثل هذا الوقت هو مهم جدا ومناسب جدا، خصوصا أنه الدولة قائمة على أقاليم، وحضرموت تعتبر إقليم مستقل، فبالتالي هي فرصة جيدة ممتازة جدا أن يعقد فيها مثل هذه المؤتمرات، وأن يحدد
هؤلاء النخب احتياجاتهم وما يعتقدون أنه مفيد لهذه لإقليم حضرموت بشكل خاص. طبعا احنا من مؤسسين حلف قبائل حضرموت ونؤيد قيام مثل هذه المؤتمرات، ولكن لنا وجهة نظر ربما نختلف مع آخرون، ليس لمجرد أننا نختلف لمجرد الخلاف، ولكن نحن نختلف مع البعض على أساس أنه نحن نصوب اتجاه المؤتمر هذا لخدمة الوطن ولخدمة إقليم حضرموت بشكل خاص. من حيث المبدأ الجميع يعتبر المؤتمر ذو أهمية كبيرة جدا، والجميع يؤيد ويدفع نحو نجاح هذا المؤتمر. هناك فقط ملاحظات ربما المطلوب استكمالها. سأعود إليك شيخ سالم، اسمح لي أشرك معي هنا مسؤول العلاقات بمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ محسن نصير. مرحبا بك أستاذ محسن، حياكم الله. أهلا وسهلا. نحن مع ضيفينا هنا في الاستوديو وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي التميمي، والشيخ مشايخ قبائل يافع بحضرموت الساحل الشيخ سالم حسين السعدي. نتحدث اليوم حول المؤتمر الحضرمي الجامع ولجنة تصحيح المسار. كونك مسؤول العلاقات بمؤتمر حضرموت الجامع أستاذ محسن، إلى أي مدى قطعتم شوط في الإعداد والتجهيز لهذا المؤتمر؟ طيب بالبداية شكرا على استضافتكم لنا. أهلا وسهلا، ورحب أيضا معك بالأخوة المشاركين. أقول طبعا مطبخ حضرموت الجامع بدأ أعماله في 13/11/2016، وكان قبلها شكل لجان تواصل لكافة مديريات المحافظة، عملت لجنة في الساحل ولجنة في الوادي. التقت هذه الأيام خلال أكثر من 5 شهور بكل المكونات سياسية مدنية قبلية، أوضحت لهم الفكرة واستلمت من البعض منهم رؤاهم الذي هدمت لهذا المؤتمر للجان الذي تم تشكيلها، وتم مناقشة هذه الرؤى وهي حوالي 70 رؤية حتى الآن، ولا زالت الرؤى تصلنا مستمرة. وفي نفس الوقت هناك لجان شكلت في الخارج ومنتظرين إرسال رؤاها حتى يستكمل العمل. إذن هذا الجهد الذي بذل حتى الآن ما زال العمل جار، والتحركات نحو انعقاد المؤتمر على قدم وساق. طيب أرجو أن تبقى معي وسأعود إليك أستاذ محسن نصير. أعود إلى الشيخ سالم حسين، أولا أسمع منك تعليق على الجهود التي بذلتها اللجنة في هذا الإطار، لجنة الإعداد للمؤتمر أقصد. في الحقيقة احنا لم نعلم على الإطلاق للأسف الشديد، كان بودنا أن نعلم وكان بودنا أن نكون مشاركين. تعلموا بماذا؟ بالمؤتمر الجامع هذا وبالتشكيلات اللي تمت فيه كتشكيل اللجان و استلام مظاريف الأفكار وما يراد له هذا المؤتمر. للأسف الشديد نحن نختلف في هذه الناحية. نحن كان بودنا، ومن خلال هذه أنا أوجه لإخوتي هناك، أنه يفترض أنه يكون هناك مؤتمر عام لمؤسسي الحلف و رؤساء المكونات، حلف أبناء حضرموت. نعم، ومكونات المجتمع المدني والأحزاب، وكان من المفروض أن ينتذب من كل هذه حتى يشارك الجميع إذا أرادوا أن يكون جامعا، يعطوا الفرصة لكل المكونات إن كانت أحزاب أو منظمات مجتمع مدني أو قبائل أن يشاركوا بطريقتهم بإعطائهم تمثيل في هذه
اللجان مع أن يعطى توصيف معين لكل لجنة. مثلا مثلا أنا كشيخ قبيلة كان يفترض يطلب مني حتى أشارك أنا وقبيلتي، يعطى لي مثلا شخص واحد مثلا في اللجنة الاقتصادية مع إعطاء معايير معينة للشخص اللي بيمثل من القبيلة هذه، أن يكون اقتصادي مثلا، مثلا اللجنة الأمنية حتى أشارك أنا وأهلي، وحتى يشارك مثلا أي حزب أو أي مكون سياسي، يعطى لي المواصفات والمعايير للشخص اللي يفترض أنه يشارك. فبالتالي إذا مثلا أنا حزب يعطى لي مثلا شخص في كل لجنة بشرط أن يكون يعني بمعايير معينة حتى يشاركوا مشاركة فعالة. للأسف الشديد نحن لم نعلم بهذا، لم نعلم إطلاقا، رغم أنه إحنا يعني الفكرة هذه انطلقت من رئاسة الحلف، ونحن يعني من مؤسسين الحلف من أول يوم بدأ الحلف فيه. للأسف الشديد كثير من القبائل، وهذا نحن الآن لا نعاتب من خلالكم الآن، لا نحن الآن نريد أن نصحح المسار، وهذا هو الموضوع. يعني مؤتمر حضرموت الجامع ومطالب تصحيح المسار. طيب طبعا شيخ سالم تتحدث عن قبيلتك وأنت شيخها، نعم، شيخ مشايخها، وهي تقريبا واحدة من عدة قبائل ربما تطالب بنفس ما تطالب به. أكيد. أعود إلى الأستاذ عبد الهادي، يعني سمعت أيضا كلام الأستاذ محسن والإعداد والترتيب، هل بقى هناك ملاحظات مثلا أخرى غير التي ذكرها الشيخ سالم؟ والله شوف، دائما إذا المدخلات جيدة صحيحة المخرجات تكون صحيحة. في مؤتمر جامع كهذا يعني نحن نريد أن يكون في مستوى ثقل ووزن حضرموت، وحتى يكون كذلك ويكون طوق نجاح، ونحن أمام مفترق طرق الآن في ظرف حساس في غاية الحساسية. كنا نتمنى طبعا أن تكون اللجان التي عينت أو اختيرت يعني كلجان تحضيرية، ما فيش حد له الصلاحية أن يختار الناس، يعني هؤلاء يافع، في مجموعة من أبناء يافع الآن في اللجنة التحضيرية، لكن هم لم يدفعوا بهم كممثلين عن القبيلة أو اختيارهم، يعني تم اختيار شخص وقالوا له تعال يا فلان اختيار شخصيات عن قبيلة فلان، أكثر من شخصية مش عن قبيلة. هو اختير للجان التحضيرية أيا كانت، إن كانت في لجان الصياغة أو في اللجان السياسية أو غيرها، وبالتالي هو ما يمثل الآن، هذا يعتقد أنه ما يمثله، وآخرين نفس المكونات. يعني ممكن أنا اختار واحد من حزب من الأحزاب لكنه لم يختاره الحزب نفسه كممثل واجهه له. فإذا هذا إذا كان الاختيارات على أساس المكونات، وإذا كان الاختيارات مش على أساس المكونات، على أساس الكفاءة، لم توضع أي معايير ولم تعطى الفرصة للمنافسة، فالآن ما هو موجود من لجان نحن لا نعيبها، ولكن نعتقد أن حضرموت أكبر بكثير وأنه بإمكان تصحيح ما يعني واستكمال، نريد لها التصحيح. هناك لجان تحتاج كفاءات ربما بعضها لا توجد عندنا في حضرموت، نستعين بإخواننا، مستعيد بمعاهد دولية لإضفاء، يعني بحيث أنها تكون فعلا كخطط، يعني يترسم خطط وأفاق لحضرموت لأكثر من 30 سنة قادمة. طيب أستاذ عبد الهادي، أنقل هذه النقطتين اللي ذكرها الشيخ سالم والأستاذ عبد الهادي إلى الأستاذ محسن نصير. يعني أنت استمعت إلى أحد شيخ مشايخ قبيلة معينة في معروفة في حضرموت لديها هذه الملاحظة في مسألة التمثيل في مؤتمر حضرمي جامع، كذلك ملاحظة الأستاذ عبد الهادي في مسألة وضع المعايير وعملية الاختيارات أنها لم تكن جاءت من أعلى ولم تكن ترشيح من أسفل. ما تعليقك أستاذ محسن؟ طيب أنا أقول أعتقد أن هناك في خلط في فهم الموضوع. قضية التمثيل والمحاصصة غير موجودة أصلا عند الاختيار حاليا، هذه دورها قادم. المؤتمر حضرموت الجامع لم يبدأ بعد حتى الآن، هناك
لجان شكلت من مجموعة من الكفاءات، من مجموعة من المختصين، وأي اختيار يتم دائما بهذه الطريقة. يعني هل يعقل أن يتم انتخاب أو يطلب ترشيحات من أطراف، يعني تقدم آلاف الأشخاص لتشكيل لجان ليس لها قرار، ليس لها اتخاذ قرار. هذه اللجان شكلت من مختصين معينين في كافة المجالات، شكلت ثلاث لجان، لجنة سياسية، لجنة اقتصادية، لجنة اجتماعية. هؤلاء الكفاءات عملوا واستدعوا خبراء لاستكمال العمل، استدعوا خبراء من كل المحافظات ومن خارج، يعني من كل أبناء المحافظة داخل المحافظة ومن خارجها لاستكمال العمل. العملية حاليا هي تجميع رؤى فقط، ما في محاصصة فيها أصلا، ما في محاصصة فيها أصلا علشان يطلب من فلان أو فلتان أو مكون أو 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 أو, أو قبيلة أن تحدد أسماء. كل الناس متواجدين فيها بكفاءاتهم وشهاداتهم وعلمهم. سيأتي الدور اللي تحدثوا عنه الأخوان، سيأتي الدور هذا في اللجان اللي تتراجع هذا العمل واللي تمر هذا العمل، تتشكل لجنة بعد أن انتهي العمل من قبل هذه اللجان، ستسلم لجنة خاصة هي لجنة حكمة أو لجنة خبراء أو لجنة مرجعيات، نسميها زي ما نسميها. هؤلاء سيتم فيها اختيار الناس من كافة المكونات. ايه وضحت. اذا في البدايه يعني في طور، في اطار ما ذكرت واشرت اليه تشكيل اللجان، السؤال هنا من الذي قام بتشكيل اللجان؟ من دعاء لهذا المؤتمر، رئاسة الحلف، رئاسة حلف حضرموت. نعم، ومن يطالب بالتصحيح ايضا يطالب باختيار خبراء ومختصين ايضا. يعني نفس الحكاية، هل سيعملوا انتخابات إذا صح الوضع علشان يتقدم الشخص اللي يريد أن يكون في اللجان؟ إعداد وتحضير العملية. طيب. هي كل من يدعو لعمل مؤتمرات في كل دول العالم هي اختيار تتم، أما أن يستفد الجميع هذا لا يمكن أن يحصل. طيب يبقى معي أستاذ محسن. طالما أنه الأستاذ عبد الهادي يقول نحن لا نقول شيء في الأخوان هذا، ولكن لم يتم الاختيار عبر مكونات. نحن نقول طالما أنه ما في أي خلاف حول هذه الأشخاص، يستقبلوا هؤلاء الأشخاص أعمالهم ويقدموها للجنة اللي يتحدثوا عنها، اللي سيكون فيها تمثيل لكافة المكونات السياسية والقبلية والمدنية وغير ذلك. اي نعم. طيب أستاذ محسن سعود، وأسألك أيضا على هل هناك إقصاء كما يقول البعض حول يعني الترتيبات التي تمت؟ أنتقل بالسؤال إلى الشيخ سالم حسين. استمعت إلى حديث الأستاذ محسن وهو يتكلم على أن هذه ترتيبات تجهيزات أولية، تأتي مسألة يعني استكمال هذه المكونات والطلبات والترشيحات فيما بعد، وأن الدعوة كانت من رئاسة حلف حضرموت. أنا أستغرب، من هي رئاسة حلف حضرموت؟ رئاسة الحلف، من هي رئاسة الحلف؟ أنا أوجه له سؤال يمكن يجاوبنا على من هي رئاسة الحلف أولا. اثنين، أنا شفت أشخاص غير متخصصين، يعني أنا شفت اللجنة اللي عفوا، من رئاسة الحلف؟ نريد أن نوضح هذه النقطة ونجاوب عليها من هي رئاسة؟ هل اجتمعت رئاسة الحلف؟ رئاسة الحلف شخص أو عدة أشخاص؟ أنا يفترض أنها عدة أشخاص. الشيخ سالم أنت واحد من يفترض هكذا، ولا أنت رئيس الحلف؟ يفترض، لا أنا عضو فيها. عضو فيها في نعم، يعني هناك مجموعة. طيب كيف تم من الذي دعا من وسط الحلف لهذا الأمر؟ مش عارف، أنا افترض الأخ تفضل مداخلة ممكن. أنا طبعا بالإضافة إلى موقعي كمنصب يعني في السلطة، أنا موجود في الأمانة العامة لمرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي. هذا المرجعية فيها أكثر من 25 قبيلة، ولم نستلم ولم نعلم باللجان التي شكلت إلا فجأة، يعني من وسائل التواصل الاجتماعي. تقصد شخص في المجلس مثلا في الحلف هو الذي دعا فقط؟ هو لما قال رئاسة الحلف، نحن نعتقد رئاسة الحلف هي عبارة عن كل قبائل اللي المشكلة للحلف بشيوخها، هذه رئاسة الحلف.
عنهم رئيس للحلف، لكن كرئاسة معناته المجاميع كلها رئاسة الحلف. ولا وكنا في غاية الاستغراب، وعلى ضوءها فعلا انتقل رئيس المرجعية وهو الشيخ فاضل، يعرفونه يعرفوا حضرموت كلها، انتقل مباشرة إلى اللقاء برئيس الحلف ويسألوا عن هذه اللجان وكيف تم التشكيل، وطلب رؤية واضحة من مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي، وقدمنا لهم رؤية متكاملة من 5 نقاط. إلى حد الآن لم يرد، إلى حد الآن هذا الكلام من بداية التأسيس. طيب قدمتم رؤية تشكيل اللجان؟ قدمنا لهم رؤية. قدمتم رؤية باسم من؟ باسم مرج... هم قدمت الرؤية باسم حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء باسم الحلف أيضا. هي هما الحلف، الحين لما نتكلم عن الحلف هؤلاء الحلف. يعني نحن الآن يعني الآن هذا الشيخ يافع، الشيخ يافع الوادي معانا في الوادي، مشايخ الآخرين كرؤساء وزعماء قبائل الوادي موجودين، وكلهم لا يعلمون بمن شكل، فقط تشكيل مباشرة. ومع ذلك نحن اليوم في صدد المعالجة، أن تمضي الأمور للأمام، لكن نريدها تمضي. فقط بالنسبة للأخ المتداخل اللي هو الأستاذ محسن نصير، وأحييه بهذه المناسبة يعني، وأتمنى له طبعا كل التوفيق. هناك أصوات غير يعني كثيرين يعني الآن أصبحت واضحة يعني اليوم في اجتماع في المكلة وسموا يعني هكذا اجتماع كبير طبعا، شخصيات ذات وزن حضرت الاجتماع تريد تصحيح مسار المؤتمر. تقصد لجنة تصحيح مسار المؤتمر؟ الأخ محسن نقول له يعني بالأمانة مشان حضرموت من أجل أن نمضي في مشروع يستمر، لا لا لا, لا نريد أن يكون أي منا خارج الحلبة أن يتوقف الأمر في نص الطريق أو يكون هناك شرخ مجتمعي، هذا ما لا نريد الشرخ، نريد الجميع يحضروا معنا في اللجان التحضيرية، ما المانع يعني. طيب أنا سأعطي مجال الأستاذ محسن مثلين على الآخرين فقط أعود ليستكمل الأستاذ حسن أو الشيخ حسن فكرة فيما يتعلق بهذا. عفوا سالم حسين السعيدي. أنا عندي رؤية ممكن أقدمها، أن يوقف الآن كل العمل هذا ونعتبره كمرحلة أولى في تحضير المؤتمر الجامع، مرحلة أولى. نبدأ الآن نتحدث على مرحلة جديدة، تعمل دعوة من رئاسة الحلف أو من رئيس الحلف لجميع المكونات، قبائل، منظمات مجتمع مدني، أحزاب، ثم تطرح عليهم ما وصل إليه إعداد المؤتمر حتى اللجنة التحضيرية للمؤتمر. ثم يبدأ تشكيل لجان جديدة تدير المرحلة الثانية، يكون منها هؤلاء أو بعض من هؤلاء، لأنهم هم كلهم من أبناء القبائل ومن أبناء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ولكن يعطى حتى نشرك جميع المكونات هذه، نأتي بالمكون، إذا كان عندنا 5 لجان نطلب من كل مكون 5 أشخاص، الخمسة الأشخاص هذا بمعايير، وليس أنا أمس أقرأ أو قبل أمس أقرأ تعيين مجموعة في شرق المكلة، الشحر والمناطق هذه، ديس الشرقية والريدة وقصيعر، أسماء ناس غير متخصصين، ناس غير أنا أعرفهم شخصيا يعني، برضو أنا أعرف ناس شخصيا داخل الدا غير متخصصين يعني. فنحن عشان نشرك الآن نوقف هذا ونعتبر المرحلة أولى، ندخل مرحلة ثانية طيب باستدعاء الجميع. وهذه المبادرة التي تطلقها أنت الآن ونقلتها مباشرة، وربما لك آمل أن تقدمها مكتوبة لهم حتى أيضا يكون التخاطب رسمي. أعطي المجال للأستاذ محسن نصير. أستاذ محسن، المآخذ التي استمعت ربما إليها سواء من شيخ مشايخ قبائل يافع وهو أحد رؤساء حلف حضرموت الذي يفترض أنه دعا وتحدى وتحرك من أجل تأسيس هذا العمل، وكذلك الأستاذ عبد الهادي التميمي، من كيف تعلق عليها؟ أقول الحقيقة أنا الشخصان لا زال هناك في خلاف أو عدم فهم للموضوع، يعني العملية اللجان اللي تحدث عنها ليست هي اللجان اللي تعد أو تجمع هذه الرواء، اللجان اللي تحدث عنها هي لجان تواصل شكلت في كل المناطق ولا علاقة بالمختصين،
هذه اللجان لشرح الفكرة لتجهيز الناس لانعقاد المؤتمر. اللجان التي ذكرت اللي نتكلم عليها المختصين هي ثلاث لجان، كل لجنة فيها 15 شخص، الجميع 45 شخص فقط. ما بدأ من الأسماء اللي يسمعها هي عن لجان مكملة، لجان تواصل، خدمات، علاقات عامة، استفسارية، ما لها علاقة بهذا العمل. الكفاءات والتخصصين هم 45 شخص يستكملوا هذا العمل، وبعد أن يقدموا سيأتي الدور اللي يتحدث عنه الشيخ سالم والأستاذ عبد الهادي. نفس الكلام هذا مطروح وقلناه مرارا وتكرارا، انه هناك سيتم تشكيل لجان بنفس الطريقه اللي ذكروها يمثل فيها الجميع. وهذه اللجان اول لجنه ستنظر لكل ما تم تكريمه، تقره او لا تقره، تقبله او لا تقبله، وستكون ممثله لكافه فئات المجتمع. وعندما تقره بتقره كمرحله اوليه فقط، ثم سيتحول الى المؤتمر العام الجامع اللي بيكون بشكل اوسع ويمثل كافه فئات المجتمع لقرار القرار النهائي. كل الكلام اللي ذكروه الاخوان وما ذكروه ايضا في لقاء اليوم المطالبه بتصحيح المسار نفسه هو اللي سيتم العمل به في المراحل القادمه. ايه فقط انت ترى استاذ محسن ان المساله سوء فهم لعمل اللجان التي تم تشكيلها. بالضبط. ايه طيب لو تساءل احدهم وقال ما المانع ان يتم استيعاب هذه الملاحظات الان في هذه اللجان حتى يتم طمأنة المتخوفين؟ كل مستوعبة كل الملاحظات اللي طرحت سواء في اللقاء هذا او في موضوع اللقاء تصحيح النزار، كلها مستوعبة وتحدثنا عنها اكثر مرة، وقلنا ان هذه اللجان عملها منتهي الان وجمعت الرؤى وستجمع ما تبقى من رؤى الاخوه المتربين في المهجر وستقدمها للجنه اللي سيتم تشكيلها، وسيكون كل المكونات من قبليه ومدنيه وسياسيه متواجده فيها. سيتم الاتفاق فيما بينهم على المعايير اللي سيتم تشكيل اللجنه الاولى واللجنه الاخيره او المندوبين اللي بيحضروا الى المؤتمر العام الجامع. نعم. طيب استاذ محسن ارجو ان تبقى معي لانه هناك ايضا حديث على انه تم استبعاد الاحزاب السياسيه، تم اقصاء لبعض الاطراف، ما زال السؤال هذا قائما وانت تشير على انها فقط لجنه تحضيريه لاداء عمل معين. سنخرج الى فاصل قصير، نعود من ثم لنكمل حوارنا مع ضيفينا هنا في الاستوديو ومع ضيفنا ايضا عبر الهاتف فيما يتعلق بالمؤتمر الحضرمي الجامع ولجنه تصحيح المسار. أرجو أن تبقوا معي مشاهدينا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع ضيوفنا هنا في الاستوديو عبر الهاتف حول ما يتعلق بالمؤتمر الحضرمي الجامع ولجنة تصحيح المسار. أجدد ترحيبي بالأستاذ عبد الهادي التميمي وكيل مساعد محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء، والشيخ سالم حسين السعدي شيخ مشايخ قبائل يافع حضرموت الساحل، ومحسن نصير مسؤول العلاقات بمؤتمر حضرموت الجامع. مرحبا بالضيوف الكرام. نستكمل الموضوع، طبعا الحضارم كما يقال منورين شاشة قناة سهيل اليوم، وأنا عاجبني جدا الرقي في طرح الحوار والتحدث. أتي إليك أستاذ عبد الهادي، خلاصة ما استشفيناه من حديث الأستاذ محسن نصير أن هذه لجان فنية منوط بها عمل معين، ليست مرحلة تحاصص. هذا يعني قد يحدث مثل هذه الترتيبات أثناء إعداد بعض المؤتمرات، ما العيب في هذا؟ طيب أن يكون واضحين وصريحين، يكون جوابي وأتمنى أن يكون جوابي يعني واضح هكذا وكافي. كنا نتمنى طبعا أنه تشكيل اللجان
وفق معايير، هذه المعايير توضع للجميع ويتنافس الجميع عليها، لكن هذا لم يتم. شكلت لجان مباشرة. الآن الأخ أستاذ محسن يقول أنها هذه لجان كفاءات، أنا طبعا قد يكون فعلا لجان كفاءات، لكن اللي استشف، وهذه أولا أعلنها من هنا من على قناة سهيل، نحن لا ندافع عن لون معين أو شكل معين، لأننا نحن مستقلين، لستم مكتوبين على لا احنا مستقلين، لا ننتمي لأي حزب من الأحزاب، لا أنا ولا الشيخ سالم، ولهذا فقط نريد المؤتمر يحتضن الجميع، ولا نريد أصوات تكون خارج المؤتمر، كل الجميع يأتي معنا، طالما أن احنا هدفنا جمع الناس ورؤية الناس بشكل يعني كلي. فلماذا نسمع أصوات اليوم يعني تنادي بأنها مقصية من من المشاركة في التحضير؟ هناك أطراف تنادي بأنها مقصية، تقول بأنها اليوم مقصية. اليوم الاجتماع ما هي الأطراف هذه التي تقول أنها مقصية؟ كثير من الجهات الآن تقول أنها أقصيت. مثل ماذا؟ اليوم طبعا في اجتماع كبير في المكلة بهذا الخصوص، وسمعنا يعني شاهدنا كثير بيانات من كثير من القبائل الآن تنادي بأنها لم تكن يعني مشاركة. قبائل قبائل وتجمع قبائل كثيرة، يعني منها قبائل فعين، قبائل المعارة، قبائل أخرى، اليافع يقولوا نفس الكلام. أنا قرأت كثير من أحزاب سياسية برضو أيضا لها عتاب في الأحزاب، نعم قرأت من شيء من هذا. حتى نجمع الناس، وهؤلاء سياسيين ويعرفوا، خاصة بالنسبة للأحزاب. اليوم نحن لازلنا عادل وقف فيه متسع لإصلاح الأمر لكل القائمين، للقائمين على هذا المؤتمر لهم الفخر، وسيخلدهم التاريخ بأحرف من ذهب أنهم أنصتوا لهذا. نحن لهم ناصحون، نريد لبلدنا أن يصلح، وأن نبدأ تكون نموذج في النهضة. ولهذا أدعو الأخ محسن، وهو رجل كبير في السن ومخضرم ويستمع لي الآن، نحن الموضوع ليس شخصي مثلا يخص شخص أو يخص قبيلة معينة، لا هذا مش كذا، الموضوع يخص يعني كثير من الأطراف تعتقد أنها أقصيت. لا قذه طرحت المعايير بشكل واضح وأجري تنافس عليها، بحيث أنه فقط هؤلاء اللي اخترناهم هم الأفضل وفق منافسة يعني، لكن اللي طرح هم تعيين مباشر واعتبرت كفاءات، وكأن الكفاءات في البلد ما في شيء. نحن نخاف أن يكون اللون الطاغي على, 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 على هذه اللجان ولون سياسي واحد. أنتم تخافون ولا هذا هو الواقع؟ لا نريد أن نبر من الواقع، الواقع هذا سينتهي مباشرة بإدخال الأطراف الآن التي تقول أنها مهمشة بمجرد دخولها يعني مشاركتها في الطرح. يعني أنتم ترون أستاذ عبد الهادي، ترون أنه هناك غلبة لون أو طيف معين؟ هذا ما يعتقده الكثيرين، ونحن قبل أن نصرح بهذا رسميا يعني وبشكل واضح، ما دام في متسع للوقت وفي إمكانية لاستيعاب كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، فما ايش المانع يعني؟ اذا كانت هذه 45 نخليها ان شاء الله تطلع حتى 100، ايش المشكله؟ كما بعدها مؤتمر الحوار الوطني ناتي نغربلها يعني نغربلها، ناخذ من ال 150 ماشي المشكله، بس فيها كل الجميع موجودين. وضحت النقطه. اعود الى الشيخ سالم، النقطه التي اشار اليها الاستاذ عبد الهادي لعل اهمها هي انه في اطراف تتخوف، من ماذا الخوف؟ طبعا اقصاء الآخرين يعني توجه سياسي غير واضح، وبالتالي يتخوف الآخرون. حضرموت للجميع، الكل يهمه حضرموت، وإحنا نعرف أنه كثير من اللي موجودين تهمهم برضو حضرموت، ويعملون من وجهة نظرهم وبنياتهم، لكن هذا لا يمنع أن هناك توجهات سياسية اخترقت المؤتمر هذا وتحولوا إلى طيف واحد زي ما تفضل أخي دكتور. أنت ترى هذا إنه في أطراف إذا تم إقصاء واستمر الإقصاء، رغم أنه الآن نحن نقدم أفكار يفترض أنها تؤخذ ويفترض أنه يشركوا الجميع، ما تؤخذ على أساس أنه إحنا ضد أو بعداوة، لا تؤخذ على أساس أن هذا سيصحح مسارها، فبالتالي حيشيل الأفكار من عنده أفكار أو يعتقد أنه هناك حزب معين أو جهة معينة تريد أن يعني تستحوذ على هذا المؤتمر، فبالتالي حترفع التخوف منه. موضوع رفع يعني التخوفات عند الكثير، نقول هذه النقطة للأستاذ محسن نصير. أستاذ محسن نصير،
يعني فعلا عندما يجد تجد قبيلة معينة أو حزب معين أو وجاهة وأكاديمي وشخصية وفئة من الناس جامعيين أو شباب يجدون أنفسهم بعيدا عن هذا عن أي تشكيل مستقبلي يحق لهم أن يتخوفوا هنا، أليس كذلك؟ نعم نعم، أنا أشكر السيد عبد الهادي وأقول أنه نحن أيضا مستقلين وشخصيا أتمنى أن يكون الجميع متواجد من أجل نجاح مؤتمر حضرموت الجامع. قضية التخوف، أنا أريد أن أطمن الأخوان أنه العملية أولا الكونات السياسية الكبيرة الموجودة في حضرموت بما في ذلك الحراك أيضا قدموا رؤاهم، كل المكونات السياسية قدمت رؤاهم لها وجهات نظر، يعني لها وجهات نظر في التشكيل وفي الإعداد وفي التحضير، لكن قدموا رؤاهم وحاليا ومتواجدين في الرؤية والمسار السابقة قبل 2011 وهم وجهات نظر وكلها موجودة على الساحة وستناقش مسألة الإنفاء. أنا أقول وأكد أنه ما فيش إنفاء نهائيا ولا في لغة سياسي واحد حسب ما أشوف بعيني أنا حاليا، الكل متواجد ولكن بصفته الشخصية. نحن تكلمنا وقلنا أنه ما في محاصصة في هذا العمل اللجان، وهذه اللجان ليست صاحبة قرار لن تنفذ شيء إطلاقا، هي تجمع رواء. إذا كنا نريد فعلا أن ينجح المؤتمر تعزيزي لابد أن تنتهي هذه المكونات، ليست المكونات السياسية فقط، لأن المكونات السياسية كم تمثل في حضرموت؟ 10-20% من عامة الشعب، 82%. إيه في ملاحظة هنا لحظة، العملية ليست أحزاب مكونات سياسية أو مكونات قبلية، هي عامة الشعب 100% هي عامة الشعب. 80% أو 70% هم مستقلين. أنت ترى أستاذ محسن، أنت ترى أن 45 شخص يمثلون عامة وجميع ألوان طيف الحضرمي، 45 الذين على رئاسة هذه اللجان اطلاقا 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 اطلاقا، أنا لا ما قلت هذا الكلام، ولا يمثلون عامة الشعب لأنهم هم قواعد وفنة متخصصة طلبت لهذا العمل واستعانت بخبراء فيما ينقصها لاستكمال العمل فقط، لكن اللي يمثل عامة الشعب أو عامة الشعب هي اللجنة القادمة، وهم وكل المكونات هذه القبلية والسياسية ومنظمة المتعاملين ستكون فيها ليتم الاتفاق على معاييرها قبل أن تعلن، ونعمل أن يتفقوا ويختلفوا أيضا، لأن هناك عندنا مكونات موجودة باسم واحد أربع مكونات علشان نعمل نحن المعيار، من نختار من الأربعة؟ وهل يتفقوا الأربعة على تقديم ممثل لهم؟ هنا 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 في نقطة أريدك ترد عليها أستاذ محسن أيضا، في مهمة معذرة، في نقطة مهمة وردت في كلام الأستاذ عبد الهادي، بمعنى أنه التشكيلة التي حدثت اليوم تغلب عليها لون أو طيف معين في حضرموت، ما يعني تعليقك على ما هذا الكلام؟ أنا أقول إطلاقا الكل موجود، الكل موجود، يعني حتى اللي يقال عنهم انه في قبائل اعترفت وذكر اسمها، نفس القبائل هذه في جميع منها وصلت تبارك الى مقر المؤتمر. طيب نسمع تعليق، نسمع تعليق العمليه اذا هناك خلافات موجوده في في, في الاحزاب او في 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 المكونات القبليه، هذا الموضوع يجب ان يحسم داخل المكونات نفسها على تنجح المؤتمر. اما اذا كنا بنتحدث عن تمثيل فاكثر ان احنا لن نصل الى 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 تمثيل من اي مكون كان. طيب تفضل استاذ عبد الهادي. طيب حياكم الله، انا احنا يعني حتى نخرج من الجدل هذا، انا اخذ اللجنه السياسيه لانه المفروض يكون في اتفاق في الجانب الاقتصادي في الجانب الامني، في هذه حل اجماع
طيب معذرة هناك إشكال في الصوت سيتم إصلاحه. أعطي الميكروفون للأستاذ للشيخ سالم تفضل علق يعني تعليقك. أقول لك أنه في القبائل التي يتم الحديث عنها على أنها ليست ممثلة، هناك من جاء من أبناء هذه القبائل مباركين ومؤيدين. صحيح ممكن يأتي من أبناء القبائل ولكن ليس من شيوخ القبائل، كل قبيلة لها مرجعية وهو يعرف ذلك جيدا. أن يأتي أو أن تأتي مجموعة تستقطب وتأتي وتقول إحنا نمثل هذه القبيلة أو نمثل هذه الحزب وهي لا تحمل صفة رئاسة الحلف أو رئاسة القبيلة، هذا في حد ذاته ما أخذ أنت تأخذه الآن، هذا غلط. يعني كيف تأتي إلى القبيلة وتأخذ اثنين مشايخ وتقول هذول ممثلين؟ هذا الآن كأنه يعني يعمل شك في القبيلة. كان يفترض أن يأتي إلى رئاسة القبيلة، في القبيلة لها رئاسة، لها شيخ، لها مرجعية، هذه المرجعية يفترض أن تأخذ يعني بعين الاعتبار ويأخذ رأيها. أما أن يأتي يأخذ مجموعة من أبناء القبيلة ويقول والله خلاص هذه القبيلة شاركت، كيف هذه القبيلة شاركت؟ هذه القبيلة هو هذا فلان وفلان وفلان من هذه القبيلة وهذا من الحزب الفلاني فلان وفلان وفلان، لكن لا يوجد فيهم لا رئيس الحزب ولا رئيس القبيلة ولا المرجعيات المسؤولة عن. إذن أصبح المايك جاهز اللي تستكمل فكرتك أستاذ عبد الهادي. نعم زي مثل ما قال الشيخ سالم، في رئاسة الحلف هي الشيوخ الموقعين بخط يدهم على الحلف، وهؤلاء هم كمراجع لكل القبائل، فإن هؤلاء زاروا هم يمثلوا قبائلهم، أما غيرهم فغيرهم كثيرين وكل له رؤاه السياسية في كل قبيلة لها رؤاه سياسية، فأي طيف في كل قبيلة يعني يرى أن هؤلاء اللي موجودين يمثلونه بيجي عادي يعني، ولكنه لا يمثل المكون أو القبيلة اللي ينتمي لها. فيما يتعلق بهذا الأمر أنا برضو كنت أتمنى طبعا من الإخواننا في 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 الآن في اللجان التحضيرية، هم طبعا لو كان يعني رجعوا لجامعة حضرموت وبها كثير من الكفاءات طبعا في كل الجوانب كان بيكون الموضوع أفضل ومستقل. اليوم أنا أعرف اللجنة السياسية تحديدا رئيس اللجنة رجل يعني رؤاه واضحة وصارخة ضد مخرجات الحوار الوطني. يعني رئيس اللجنة السياسية الآن رشح لها شخص هو قيادي في الرابطة طبعا ويرى من وجهة نظره، وإحنا نحترمها وجهة نظره كشخص تحترم، لكن كنا نريد اللجنة السياسية بألوان تمثل الشرعية بألوان هادئة فقط، ما نريد نفرض على الناس شيء. يعني ما الذي يمنع أن تمثل الشرعية هو له رأي في ظل الحكومة وفي ظل الرئاسة، ولكن أنا ما قبل أن نتحدث عن شخص بعينه نقول أن في موضوع الجانب السياسي على الأقل معروف الرؤى اللي قدامنا اللي واضح قدامنا يمكن 3 رؤى أو 4 رؤى عامة، فهذه المفروض يكون موجود الجانب اللي فيها يمثل كل لهذه الرؤى الواضحة، حتى نترك المجال الآخر الأمني والاقتصادي والجانب اللي موجودة في المؤتمر. هذه اللجنة السياسية أولا بالذات يجب أن تكون متزنة ألوانها، كل الألوان موجودة داخلها بشكل متساوي، وإذا قالوا كفاءات نأخذ معهد دراسات، نأخذ ناس محايدين لا مش أطراف، لا نريد يعني يا أما نأخذ جامعة بشكل محايد تأخذ الموضوع بكل أكاديمي أكاديمي لا نأخذ طرف وأنا أقدم رأي لك وأنت ضدي أصلا، كيف أنا أقدم لك؟ كثير من الناس تحفظوا ما يقدم رؤاهم لأنه واضح اللجنة مش محايدة، يعني تخوف ألا تقبل مثل هذه الرؤى أو يتم الالتفاف عليها. احنا نبي نصيغ لك الرؤية حقك، اذا مش صعب انا اعطي رؤية لجنة مش محايدة. اذا نقطة نقولها للأستاذ محسن، اولا الاشكال الاول كما فهمت من حديث الشيخ سالم انه كيف تأتي الى قبيلة معينة منضبطة مع شيخ مشايخ وامورهم مرتبة، او الى حزب سياسي وتأخذ شخص او شخصين وتقول هذا عن هذا الحزب لم يقبل به هذا الحزب ولم تقبل به هذه القبيلة ممثلا. الأمر الآخر أنه بالأخير أنا سأقدم لك رؤية لكن أنت الذي ستصيغ لي هذه الرؤية، كيف تعلم؟
اولا انا تكلمت قبل قليل وقلت انه التمثيل لم يكن للحزب او لشيخ القبيله علشان يستدعى رئيس الحزب او شيخ القبيله علشان يحدد مندوبه، هو تكوين المختصين فقط. مساله انه شيخ القبيله او مقدم القبيله او رئيس الحزب قلنا سياتي دوره لاحقا وهم من سيكرروا هذه الرؤيه يقبلوها او لا يقبلوها. هذا بالنسبه للتمثيل. الموضوع الاخر موضوع سياره الرؤيه، سياره الرؤيه من قال انه هؤلاء هم من سيصيغ رؤيه؟ هؤلاء يجمعوا رؤيه يا اخي، ومن حق اي مكون يقدم رؤى. لدينا الرؤى تتحدث عن كل الاتجاهات الموجوده، سيتم رفعها. المؤتمر العام هو من 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 من, من, من سيحدد الرؤيه النهائيه. انت تتقدم ما قالته الاحزاب، يعني هل ندعي نطالب الناس ان يقدموا الرؤى في اتجاه واحد؟ لا لا لا، لماذا يتم عقد المؤتمر اذا؟ نحن نجمع الرؤى، لا يمكن ان نشكك في انه الاشخاص من جهه معينه، اولا الاشخاص دخلوا باسمائهم ويعملوا على تجميع هذه الرؤى بعيدا عن أراهم الشخصية، لأنه عندما نتحدث عن رئيس اللجنة ونقول أنه رابطة أو نقول أنه له رأي مخالف، أنا أسأل سؤال من يدعو إلى تصحيح المسار أيضا، إذا أخذنا واحد منه وطرحناه مكانه إيش بيقول؟ ما هو نفس التوشو، خلونا واضحين نتحدث. نفس التوجه موجود في تصحيح المسار، يعني من دعا لتصحيح المسار ايضا يتحدثوا عن ثلاثة وراء. لو سمعتوا مع بعض وقلتهم قبل ان تشوفوا البيان حددوا لنا ماذا تريدوا سيختلفوا. نفس الطريقه، منهم من يدعو الى اقليم على مستوى اليمن، منهم من يدعو الى اقليم على مستوى الجنوب، منهم من يدعو الى دوله حضرميه، منهم من يدعو الى اقليم في اي وضع كان. هذا اللي هو الموجود. لا. موجود في كافة اللقاءات، وبالتالي ما تقدر انت ترفض احد. ولدينا في اللين السياسية كل التوجهات هذه موجودة، نفس التوجهات موجودة في اعضاء الشركة اراهم الشخصية، لكن هم سيقدموا ما هو موجود، ما قدمته هذه المكونات. وهذه اذا كانت هذه المكونات مثل الشعب فهذا هي المكونات، سواء كانت قبلية او مدنية او سياسية ستقول رايها ويرفع الى المؤتمر العام، مؤتمر حضرموت الجامع، وممثلين الشعب يقولوا رايهم في الاخير. نعم استاذ عبد المحسن، يعني هو في الحقيقه الخوف، يعني الجميع هكذا يعبر على ان الخوف من فشل فقط مثل هذا المؤتمر الذي يعتبر فرصه تاريخيه لابناء حضرموت من اجل أن يحددوا مستقبل حضرموت بالتفاف كل أبنائها، هذا هو الخوف. وإلا إذا مضى المؤتمر في اتجاه لا يرغب به شريحة من أبناء حضرموت، وربما تكون أحيانا شريحة واسعة أو قليلة، فهذا سيكون يعني فشل في الأخير للمؤتمر والجميع يسعى. انتهى طبعا بالوقت، سأعطيك كلمتين لضيفي هنا في الاستوديو، سأشكرهم جميعا إن شاء الله في نهاية الحلقة. فيما يتعلق بالرسائل الأخيرة لهذا، يعني الأستاذ محسن أعطى تطمينات، أنا هذه لجان فنية، هذه اللجان الفنية ستصيغ الرؤى فيما بعد عن طريق المؤتمر الجامع وسيتم تلافي الإشكاليات الموجودة. يعني في خلاصة هذه الحلقة كيف ترى أنت، ما المطلوب؟ ترى أن أحسن النية في الجميع، وعليهم أيضا أن يستوعبوا الآخرين هذه الأصوات الآن الموجودة. ففي رأيي أن يستدعى كل الأصوات التي ترى أنها همشت أو لم تمثل، ويعرض عليها الأمر ويعني طريقة عمل اللجان وإيضاح الموضوع مباشرة حتى يطمئنوا. ولا بأس أن يطعم هذه اللجان ببعض، يعني حتى يختاروا من شخصيتين في كل لجنة ليطمئنوا، يختاروها الجميع، يتفقوا على عدد بسيط يعني حتى إضافة لهذا العدد اللي موجود،
يعني شيء مطمئن للجميع يعني أيوة. انهم موجودين وهذا ما بيأثر لا يتم التعامل في عمل المؤتمر في شيء اعتقد انه اذا عملوا هذه الخطوه اولا من ناحيه هم نحسن النيه فيهم ونقول انه فعلا الهدف الاساسي هو المؤتمر يكون جامع. طيب اترك الكلمه الاخيره ايضا للشيخ سالم حسين السعدي تفضل. حقيقه هو مفيد جدا وصحي جدا ان يكون هناك اصوات ترتفع من وقت الى اخر. نتمنى من اخواننا في المكلة ان يستفيدوا من هذه ولا يأخذوها على أساس أنها معارضة، ربما تكون معارضة ولكنها معارضة صحية، لأن زي ما تفضلت في النهاية نحن نريد مخرجات مفيدة وجيدة لمنطقتنا. فبالتالي كل الكلام اللي يقال الآن من خلالنا ومن خلال آخرين كثيرين في الرياض، أقيم مؤتمر قبل فترة برضو كان يتحدث هكذا في المكلة اليوم، يعني أقيم مؤتمر وبرضه يتحدث هؤلاء مش أعداء، هؤلاء أبناء البلد هذه، ويفترض أن يأخذ كل الأفكار هذه تأخذ بعين الاعتبار ويهتموا بها اهتمام كبير حتى نصل إلى مؤتمر فعلا جامع ويعني مؤثر في المنطقة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونحن نأمل نجاح هذا المؤتمر بالتفاف كل أبناء حضرموت حوله. المؤتمر الحضرمي الجامع ولجنة تصحيح المسار كان عنوان حديثي في هذه الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الهادي التميمي وكيل مساعد محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء، أشكره شكرا جزيلا، وأشكر الشيخ سالم حسين السعدي شيخ مشايخ قبائل يافع بحضرموت الساحل، شكرا شيخ سالم. وشكرا لمسؤول العلاقات بمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ محسن نصير، شكرا لكم جميعا. شكرا لمشاهدينا الكرام الذين تابعونا في حلقة اليوم، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.